دكتور علي يحيى، في حال كانت هذه الضربة من طرف إيران، هل ستؤدي إلى حرب إقليمية مفتوحة؟ بداية بعد التحية، أنا لا شك بحب أوضح أنه لماذا تلجأ إيران إلى هذا النوع من الحروب، أو لماذا ابتكرت هذا النوع من الحروب ومن المواجهات اللاتماثيلية منذ 1979، وحين تم دفع أو ضرب إيران بالعراق في مؤامرة تبين فيما بعد أنها قد هدفت لاستنزاف ثروات البلدين، وبسبب إمكانيات إيران المحدودة مقارنة طبعا بالدول الرأسمالية، يعني ميزانية إيران الدفاعية حوالي 8 مليار دولار، ميزانية الولايات المتحدة الدفاعية بال 2024 886 مليار دولار، بالتالي أي مواجهة مباشرة تقليدية، أي دبابة مقابل دبابة وطائرة مقابل طائرة واقتصاد مقابل اقتصاد، لا شك ستكون خاسرة ومدمرة للجانب الإيراني. إيران يهمها تحقيق أهدافها وتأمين مجالها الحيوي وإخراج القوات الأمريكية والقوات الأجنبية من غرب آسيا ودعم المقاومة الفلسطينية، ومن هنا لجأت إيران لتحقيق هذا الهدف، وبدل أن تلجأ إلى المواجهة المباشرة التي لا شك ستكون مدمرة لها وللهدف، لجأت إلى محاولة ابتكار قتال لا تماثلي يعتمد على حرب العصابات وعلى تطوير أدوات قتالية بأسعار رمزية مقارنة طبعا بالأسعار التي تتطلبها الميزانيات الهائلة للطيران الجوي على سبيل المثال. من هنا دعمت شبكات من حلفائها، سواء شبكة حقاني في أفغانستان، المقاومات العراقية في العراق بعد 2003، دعموا حزب الله في لبنان منذ 82، ودعموا المقاومات الفلسطينية الجهاد وحماس والجبهة الشعبية والوطناس صلاح الدين، وأيضا يمولون ويدعمون خلايا في الضفة الغربية، وأيضا دعموا حلفاء لهم في اليمن، دعموا السودان في مرحلة عمر البشير، ودعموا سوريا أيضا خلال السنوات الماضية. وقد حققت إيران من خلال هذا الدعم جزء من أهدافها، تحرير جزء من الجغرافيا من الوجود الأجنبي، وأيضا نجحت في إقامة أطواق من النار حول فلسطين. وبالتالي هي اليوم تحاول بعد هذه الضربة التفادي الذهاب إلى مواجهة مباشرة، لكنها في نفس الوقت تحاول الانتقام للكرامة الإيرانية، لأنه ولأول مرة تستهدف وبشكل مباشر القنصلية الإيرانية والتي هي تعتبر أرض إيرانية. وبالتالي هي أمام حدين، إما الذهاب إلى مواجهة مباشرة ستكون مدمرة لها ولمشروعها، إما أن تلجأ إلى امتصاص الضربة ثم تعود إلى الامتثال لقواعد الاشتباك ولإدارة الاشتباك الذي عملت على إدارته خلال السنوات السابقة.